المقابله كما حكيت لك يعني كان سسبنس كبير، وين قلت لك بروميير ميطون كيفاش دخلنا وما داك كيفاش عاودوا رجعوا في الشوط الثاني كيفاش عاودنا دخلنا وين ولينا متفوقين 3-1، وهما معروفين يعني باللي اون ايكيب اللي ما تستهزاش تعاود ترجع في الدقائق الاخيره، وعاودوا رجعوا فعلا، وحنا نقدر نقول لك باللي كلخنا لهم في الدقيقه الاخرى تاع المباراه. التجويد الثاني على ضربه، ونشكروا جميع واحد وقف معنا، بريزيدون، ستاف تكنيك، لونترينور. درنا كان عام طويل، درنا عام مليح، وين دقت انا كيخسرنا دومي فينال تاع كوب دالجيري، وين الحمد لله خلفناها وربحنا شامبيون.